كافاني يحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بنهائي دوري أوروبا. إديسون كافاني 34 عاما أصبح أكبر لاعب يسجل في نهائي أوروبي بتاريخ نادي مانشستر يونايتد. كافاني آخر 10 مباريات سجل 7 أهداف، صنع 3 أهداف، ساهم في 10 أهداف بمعدل هدف أسيست لكل مباراة. الهدف جاء عن طريق ضربة ركنية شتتها الدفاع ليجدها لاعب مانشستر يونايتد ويسدد لتجد الكرة كافاني ويسدد تسديدة في غاية الهدوء ولا أروع، ويحرز كافاني هدف التعادل لمانشستر يونايتد في دوري أوروبا. شاهد يعني فرحة كافاني، كافاني ينقض ويأخذ الكرة في حماس، في إصرار على الفوز، يعني في خبرة، خبرة سنين يا كافاني، الله عليك. عملها أسد مانشستر يونايتد، وإن شاء الله يفوز مانشستر يونايتد.